فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فهذا فيه رد على شبهة. الآن اللي يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم يقولون الآن اليهود والنصارى يوفرون، منهم من يوفر لحيته ويجوز شاربه، ونحن أمرنا بمخالفتهم، فمعناه أننا نحلق. فنقول له لا، الذين يتركون لحاهم ويفرون شواربهم هؤلاء باقون على أصل الفطرة، على أصل الفطرة، ومن بقي على أصل الفطرة أكمل ممن غير الفطرة.